أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نتابع فيها اليوم. في الموقع بوست: بين الحذر والتفاؤل يترقب اليمنيون مخرجات المفاوضات في الرياض. وفي البي بي سي: لماذا دفعت واشنطن 6 مليارات دولار لإيران؟ أما في الواشنطن بوست: كان على علم بما فعل هتلر، وثيقة تكشف سرا عن باب الفاتيكان خلال الحرب العالمية الثانية. بين الحذر والتفاؤل يترقب اليمنيون مخرجات المفاوضات التي تجري في الرياض بين الجانب السعودي وجماعة الحوثي منذ أيام، بمشاركة وفد الوساطة العماني وغياب الأمم المتحدة. يذكر الموقع بوست أن الزيارة العلنية الأولى لجماعة الحوثي للسعودية جاءت بناء على دعوة من الرياض لاستكمال النقاشات واللقاءات التي تتوسط فيها مسقط، إذ كان آخر لقاء بين الأطراف المعنية في أبريل في سلطنة عمان. ومنذ وصول وفد الحوثيين الرياض تدور مفاوضات مشفرة بين السعودية والحوثي وعمان في ظل غياب ممثلي الحكومة الشرعية. وفي السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي إن مباحثات الحوثي بالرياض لإقرار هدنة دائمة وإجراءات ثقة تؤدي إلى مفاوضات يمنية، وأكد أن الرياض ليست بديلا عن أحد ولا تتحدث باسم أحد، إنما هي داعمة لحوار اليمنيين مع بعضهم ولتطبيع معيشتهم بعد أن ثبت أن الصراع لن تحسمه القوة، بعيدا عن المزايدات السعودية تقوم بعمل تاريخي لليمن والجزيرة العربية. من جهته، قال المحلل السياسي عادل دشيلة إن الحوثيين يريدون الحصول على الامتيازات المادية من السعودية باسم الأزمة الإنسانية، وتريد السعودية الحصول على احتياجاتها الأمنية. وأشار إلى أنه بعد أن تتحقق مطالب الحوثي سوف يدخل الحوثي أو يدخل الحوثي الجميع في معمعة الحوار السياسي، نفس استراتيجية إيران في حوارها مع الغرب بشأن برنامجها النووي. وفي شأن ذاته، وصف الباحث والخبير العسكري علي الذهب المفاوضات في الرياض بين السعودية والحوثي وعمان بالمشفرة، ورجح الذهب أن المفاوضات شبه جاهزة مسبقا كمشاورات الرياض عام 2022، غير أن الحوثي لا يفرط بما في يده كما تفعل الشرعية. كتب محمد النغميش مقالا تحت عنوان الحكمة من أفواه السياسيين، نشرته صحيفة الشرق الأوسط، وأضاف في جزء من المقال: رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل تزخر خطاباته وكتبه الجميلة بحكم لا حصر لها، وهو الذي قال: المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة، والمتفائل يرى الفرص في كل صعوبة. وقال: إن النجاح هو أن تمر بفشل وراء فشل من دون أن تفقد شيئاً من حماستك. ورغم صيته السياسي، فإن لديه نظرة حياتية تستحق التأمل نجدها في قوله: لا تتخلى عن شيء لا يمكن ليوم أن يمر من دون أن تفكر به. ويهمس في آذان المكابر الذي لا يرهف السمع لنصائح من حوله: إذ كنت ذاهباً نحو الجحيم فتابع المضي. ويبعث إلى الفتيان المعتدين بأنفسهم رسالة مفادها: عندما تقول والدتك ستندم على فعل ذلك، ستندم عليه غالباً لا محالة. والسياسي تشرشل الذي عرك السياسة وعركته هو من قال: من الجندي الذي يقف في الشارع تبدأ هيبة الدولة. ووصف تأثير الأقطار على الصعيد الخارجي بقوله: إن نفوذ الدول يقاس بمسافة نيران مدافعها، ويبدو أنه ضاق ذرعاً مما يشاهد في البرلمانات حول العالم. فقال: إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم، انظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه، وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه أو ضربه بالأحذية.
مشكلتنا في الحوار ليست الاختلاف في وجهات النظر، بل غياب عقلانية التفكير بعيداً عن عقدة من القائل. فالحكمة ضالة المؤمن، ولذلك يؤلمني أن يحضر نقاشاتنا كل شيء سوى الموضوعية. إن العجائب الطبيعية شاسعة ومثيرة للإعجاب، لدرجة أن الخيال قد يقصر عندما يتعلق الأمر بالتفكير في سيناريوهات غير عادية في أماكن نائية حول العالم، أو على الأقل هذا هو ما تبدو عليه سقطرة. موقع كاشن بريس ينقل عن ماريلو موراليس في تقرير له نشره موقع ريفست سنترال قوله إنه لطالما كان أرخبيل سقطرى في اليمن أرض الغموض، وأولئك الذين عادوا من جزر المحيط الهندي كانت لديهم قصص غريبة يروونها. الأشجار التي تنتج دماء التنين والخيار وغابات البخور والقمم الشاهقة في الضباب. أوضح أن هذا الأرخبيل يقع في الشمال الغربي من المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن، ويتكون من 4 جزر وجزيرتين صخريتين. وأضاف أن الأرخبيل يعد واحدا من أكثر المعالم الجغرافية المعزولة ذات الأصل القاري على الأرض، فهو ليس من أصل بركاني ولكنه جزء من قارة غوندوانا العملاقة الجنوبية القديمة. وبين أن الجزر التي تتكون منها هي سقطرة وعبد الكوري وسمحة ودرسة، وتفصل الجزر عن بعضها البعض بحار ضحلة نسبيا. أما عن القارة الأفريقية فيوجد خندق ضيق ولكنه عميق، وتعتبر مجموعة الجزر ذات أكبر تنوع نباتي في العالم. وبحسب منظمة اليونسكو فإن الجزر الأربع موطن ل 825 نوعا من النباتات، 37% منها أي 308 تقريبا مستوطنة، أي أن هذه الأنواع لا توجد في أي مكان آخر على الكوكب. فجرت الحكومة اليمنية أزمة كبيرة وغضبا واسعا بعد موافقتها على مشروع عقد مع شركة اتصالات إماراتية لتقديم خدماتها في اليمن، ملقية بتبعات وتداعيات سلطت الضوء على طرق التعامل مع القطاعات الإيرادية والعقود والاتفاقيات الاستثمارية. موقع العربي الجديد يقول إن هذه الأزمة تأتي امتدادا للمنافسة الاقتصادية الدائرة بين الحكومة والحوثيين منذ الحرب في عام 2015، والتي زادت حدتها بدرجة رئيسية مع استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط الحكومية نهاية عام 2022، إذ كان لهذه المنافسة تأثير ضار على الاستقرار المالي والنقدي لليمن ومضاعفة خسائر البلاد وتضخم الاحتياجات وتكاليف إعادة الإعمار. وتقدر أحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي مطلع العام الحالي 2023 احتياجات إعادة إعمار اليمن بنحو 25 مليار دولار، تتركز في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الخدمية وقطاع الإسكان الذي اعتبره البنك الدولي الأكثر تضررا من النزاع بالنظر إلى تعرض 40% من المساكن لأضرار مادية. يتهم الباحث الاقتصادي علي قائد النخبة السياسية الحاكمة بالفساد والعبث بموارد اليمن السيادية في ظل ظروف وأوضاع استثنائية لا تمتلك فيها الأطراف المتنازعة أي صفة قانونية وتشريعية تخولها المساس بهذه الموارد والقطاعات السيادية وتقاسم الموارد العامة. واستعرضت الحكومة في اجتماع عقدته على إثر الاحتجاجات وردود الأفعال الواسعة تجاه قرارها بالموافقة على اتفاقية الاستثمار في قطاع الاتصالات مع شركة إماراتية مقترحات تشكيل جديد للجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس بهذا الشأن. وكانت العربية الجديد قد كشفت استنادا إلى خبراء وبرلمانيين ومراجع قانونية وتشريعية يمنية عن عدم مشروعية التعامل مع المشاريع والتعاقدات والتوريدات الحكومية في ظل تعطيل عمل أهم المرافق المختصة كاللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. هل تساءلت يوما عن رأي فاحشي الثراء فيك حقا؟ إليك إجابة أحدهم، يكتب ريان كوغان في مقاله المنشور في موقع إندبندنت عربية.
انتشر الخطاب الرئيسي التنفيذي الاسترالي على موقع اكس تويتر سابقا انتشارا واسعا بعد ان اقترح ان البطالة يجب ان ترتفع بنسبة 50%، لان العمال اصبحوا متغطرسين للغاية ويتعين خفض منزلتهم درجة او اثنتين. حين يتفوق شخص ما بشيء سخيف افترض عادة ان الامر لا يعدو كونه احد المحرضين الذين يحاولون تحفيز الكراهية، لأنه من الأسهل كسب المال من خلال إزعاج الناس عبر الإنترنت بدلا من تطوير أي مهارات أو شخصية قابلة للتسويق. هل هذه هي الطريقة التي يتحدث بها الأثرياء مع بعضهم بعضا؟ أهذه هي الطريقة التي يفكرون بها في الواقع؟ هل يعتقدون حقا أن العمال ليسوا أكثر من مجرد السلعة؟ ربما يشك المرء في هذا، لكن نضعه في الاعتبار. لن يفاجئكم أن تعرفوا أن غورنر بدأ عمله التجاري بعد أن تلقى عشرات الآلاف من الدولارات من جده، ولا عجب أنه يعتقد أن الناس كسالى. ربما يفترض فقط أن بوسعنا جميعا فعل ذلك. بالكاد يستطيع الناس تدفئة منازلهم، ولكن يبدو أن الرؤساء التنفيذيين الفقراء المحاصرين هم من يجب أن نأسف لحالهم. جيلي بأكمله محكوم عليه بالعيش في منازل مشتركة والاقتتال من أجل الحصول على وظائف في المقاهي، لأننا لم نعرف أبداً اقتصاداً مستقراً. معظم الناس الذين أعرفهم لن يمتلكوا منازلهم الخاصة أو ينجبوا أطفالاً أو تكون لهم مهن مستقرة، لأن الرؤساء التنفيذيين مثل غورنر تركوا الاقتصاد في حالة يرثى لها قبل 15 عاماً ولم يلتفتوا وراءهم أبداً. لقد عملنا بجد لدرجة أنه لو أننا عشنا في أي وقت آخر من التاريخ لكان من المحتمل أن تكون صورنا مطبوعة على الأوراق المالية، ومع ذلك يقال لنا باستمرار إننا كسالى. ومن من؟ من قبل الأشخاص الأكثر كسلا والأكثر تنطعا في العالم. أرهقت تركة الحرب الثقيلة كاهل المواطنين اليمنيين نتيجة ما أحدثته من انقطاع للرواتب وارتفاع للأسعار وتوقف معظم الأنشطة التي كانت تستقطب الكثير من الأيادي العاملة، وبالتالي التزايد المهول في أعداد العاطلين عن العمل وفقا لما جاء في موقع خيوط. لكن أثرها كان أكثر كارثية على فئة المهمشين، حيث ضاعفت الحرب من معاناتهم واضطهادهم وأزماتهم التي لا تعد ولا تحصى. تحكي ملكة فتيني وهي ذات عمر 41 عاما من فئة المهمشين بضواحي منطقة الحوطة عاصمة محافظة لحج بحسرة وألم ما آل إليه وضعها الاقتصادي بعد أن كانت من القلائل اللائي كافحنا للالتحاق بالتعليم الجامعي. تقول فتيني: التحقت بكلية الحقوق أنا وزوجي وتخصصت في القانون العام. وتضيف بأنها وطوال مشوارها التعليمي في الجامعة اعتمدت على ما تقدمه لها والدتها، لكن الذي حدث أنه لم يتم استيعابها تحت مبررات لم تفرض على آخرين توظفوا بشهادة الثانوية، من بينها ضرورة إحضار وثيقة بيان الدرجات والتقديرات التي لم أتمكن من استخراجها بسبب الوضع المادي الذي نمر به حسب ما تقول فتيني. تواصل أيضا ملكة سرد التفاصيل الوضع الصعب الذي تشترك فيه هي وكل شريحة المهمشين في لحج وفي عموم مناطق اليمن، حيث تقول: يعمل زوجي في بيع السمك وما يتقاضاه لا يتجاوز 2000 ريال، مبلغ زهيد لا يكفي لمصروف يوم واحد. لذلك حاولت في فترة سابقة البحث عن وظيفة، فتقدمت لوزارة التربية والتعليم عبر مكتبها في لحج عدة مرات لكن دون جدوى بسبب المحسوبية ولكونها مهمشة كما تعتقد، إذ شعرت أن هناك عنصرية في التعامل معها ومع المهمشين بشكل عام. نفد صبر أغلب المعلمين، لم يعد أحد قادر على العطاء وهم محطمون نفسيا وجسديا بسبب المرض الذي لا يستطيعون حتى علاجه، خاصة مع عدم استلامهم راتب شهر أغسطس حتى اليوم، الأمر الذي جعلهم يخشون من انقطاع تماما. تقول تربوية غادة محمد بحرقة وهي توضح جانبا من معاناتهم لموقع بلقيس: جميع المعلمين يعيشون هموما كبيرة تمنعهم من ممارسة عملهم كما يجب، كون تفكيرهم بمتطلبات الحياة وأبرزها الطعام يشغلهم وبشكل يومي، وفي كل وجبة ينتظر عشرات المعلمين في تعز تسليم راتب شهر أغسطس الذي تأخر حتى اليوم،
بعد قرار تحويل رواتب موظفي قطاع التربية والتعليم إلى البنوك التجارية، ومن بند أجور إلى بند هبات وتبرعات، وهو ما دفع كثيرا من المدارس لبدء الإضراب والتصعيد والمطالبة بتحسين أوضاعهم. أثارت هذه الخطوة مخايف المعلمين في تعز ومناطق سيطرة الحكومة من إمكانية انقطاع رواتبهم مجددا، كما حدث في سنوات الحرب الأولى التي عانوا خلالها كثيرا، خاصة أن أغلبهم لا يمتلكون مصدر دخل آخر. تؤكد التربوية غادة أن الرواتب لم تعد تتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر، مشيرة إلى اضطرار المعلمين من الذكور إلى العمل في مهن أخرى بجانب وظيفتهم للتخفيف ولو قليلا من معاناتهم وأسرهم، كالعمل بائعين في محلات أو متجولين بعربات يتوسع الإضراب في المدارس بتعز مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل عدم وجود حلول تتجه لها الحكومة لحل قضايا المعلمين. عن البدانة والنحافة من منظور الثقافات خلال قرون، كتب عبد السلام بن عبد العالي مقاله المنشور في مجلة المجلة، متابع. خلال قرون وعند كثير من الثقافات اعتبرت البدانة وليس النحافة العلامة على الصحة والغنى والقوة. يشير بعض علماء الإناث إلى أنه في بعض البلدان الأفريقية كان شيخ القبيلة يسهر على رعاية بدانته خلال شهرين استعداداً لتوليه أمور القبيلة. كان ينظر إلى التغذية على أنها دائماً فعلاً بناء، ولم يكن الإفراط في أكل مواد بعينها كالدهنيات أو السكريات يعتبر مصدر ضرر للأجسام، وإنما كان على العكس من ذلك منبع قوة وجمال. في أوروبا ومنذ نهاية القرن السادس عشر وخلال السابع عشر ظهرت بوادر تراجع البدانة كقيمة، لكن كان ينبغي انتظار القرن التاسع عشر الأوروبي مع النزعة الرومانسية فيأخذ في تجميل الجسد البدين قيماً سلبية ليقرنه بالشيخوخة وليربط الجمال بالنحافة. على الرغم من ذلك كان ينبغي انتظار العقد الثاني من القرن الماضي كي تنتشر الثورة الحديثة للخفة فيعم هوس النحافة الطبقات الاجتماعية جميعها ولا يعود حكراً على فئات بعينها ووفقاً على الأناث وحدهن لم تعد النحافة إذن قيمة جمالية ولا صحية فحسب، بل حشرت ضمن أشكال أخرى اتخذتها خفة العصر، لذا فإنها صارت صناعة وسوقا جماهيرية مفتئة التتساع. انتشر هوس تخفيف الأوزان وتضافرت عوامل متعددة للدفع إليه، والسعي نحو النزول إلى أرقام قياسية لا تكف عن النقصان، فكسرت النحافة الروابط التي كانت تشدها إلى مرونة الأجسام الرشيقة الناعمة، كأن الهدف من وراء تخفيف الوزن لم يعد البحث عن جسم رشيق مطواع أو جسم نشيط مستعد للحركة، كما لم يعد حتى الظهور بمظهر الذكاء والتيقظ والثقة بالنفس، بل ربما لم يعد يأبه بالجسم نفسه، وإنما عاد يستهدف النحافة في ذاتها ومن أجل ذاتها. همه الأساس هو المجاهدة لتحطيم الأرقام القياسية وتخطي المعايير وتحدي الذات. كشفت وثيقة كشف عنها مؤخراً ضمن إرشيف الفاتيكان أن البابا بيوس الثاني عشر بابا الكنيسة الكاثوليكية خلال حقبة الحرب العالمية الثانية كان على علم بأن آلاف اليهود كانوا يقتلون داخل غرف الغاز في بولندا المحتلة، مما يقوض حجج الفاتيكان السابقة التي تبرر صمت البابا على الهولوكوست وقت الحرب وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. كانت هذه الوثيقة خطاباً ألمانياً مرسلاً عن طريق عضو يسوعي ألماني من المقاومة المناهضة للنازية ويدعى الأب لوثر كوينغ. خاطب فيه السكرتير الخاص المقرب من بابا الفاتيكان القس روبرت ليبر في الخطاب الذي يعود تاريخه إلى الرابع عشر من ديسمبر عام 1942. كتب كوينغ أن ما يصل إلى 6000 شخص لا سيما البولنديون واليهود كانوا يموتون يوميا في الأفران في معسكر بيلزك للإبادة الذي يديره النازيون في بولندا المحتلة آنذاك. يشار إلى أنه بعد عقود من الضغط من جانب المنظمات اليهودية والمؤرخين اليهود فتح الفاتيكان في عام 2020 إرشيفه السري
المتعلق بباب الفاتيكان خلال وقت الحرب الذي ترأس الكنيسة الكاثوليكية بين عامي 1939 و 1958. ومنذ ذلك الحين صار البابا بيوس الثاني عشر أحد البابوات الأشد إثارة للجدل بسبب عدم إدانته النازية علنا خلال الحرب، حتى أن النقاد وصفوه ببابا هتلر، في حين جادل آخرون ومن ضمنهم الفاتيكان بأن دبلوماسيته أنقذت الأرواح بصورة جزئية عن طريق منع حدوث ردة فعل نازية عنيفة. ما بين مارس وديسمبر ديسمبر 1942 قتل حوالي 450 ألف يهودي، غالبيتهم من بولندا، في معسكر بيلزك للإبادة، وذلك وفقا لموقع المتحف والنصب التذكاري في بيلزك. يقول موقع بي بي سي عربي إنه تم إطلاق سراح 5 أمريكيين مسجونين منذ سنوات في إيران، يحسبون في أعداد الرهائن، وهم في طريقهم إلى وطنهم الولايات المتحدة. الإفراج تم ضمن صفقة مبادلة مثيرة للجدل توسطت فيها قطر، حيث وصلت 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتفظ بها في كوريا الجنوبية إلى البنوك في الدوحة. بعد نجاح الصفقة غادر الرجال الأربعة وامرأة واحدة وهم مواطنون إيرانيون أيضا طهران إلى العاصمة القطرية. حال وصولهم الدوحة استقبلهم مسؤولون أمريكيون بارزون وهم الآن في طريقهم إلى واشنطن. من بين الأمريكيين رجل الأعمال سيامك نامازي البالغة من العمر 51 عاما، الذي أمضى نحو 8 سنوات في سجن إيفن سيء السمعة بطهران، وأيضا رجل الأعمال عماد شرقي ذو 59 عاما والمدافع عن البيئة، ومراد طهباز ذو 67 عاما والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. الولايات المتحدة قالت إن مواطنيها سجنوا بتهم لا أساس لها من أجل النفوذ السياسي. في المقابل يقول الموقع إنه تم الإفراج عن 5 إيرانيين مسجونين في السجون الأمريكية بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية كجزء من هذه المبادلة. مجموعة من الصور المنوعة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها في هذه الجولة. مجموعة من قضايا العالم نتابعها أيضا في ريشة رسامي الكاريكاتير في هذه الجولة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.